شرفني ونورني واحد من الأسماء الكبيرة في النادي الأهلي، الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. يا فندم مساء الخير، مشرفني ومنورني. مساء الخير يا أستاذ كريم الجميل العزيز الفاضل الأخ كل حاجة. يا حبيبي ده شرف كبير على كل جمهورك. يا حبيبي ده شرف كبير ليا، وتحية كبيرة، تحية كبيرة من القلب لموقف النادي الأهلي اليوم تجاه نادي الاتحاد الاسكندري. والله يا كريم بص مش هقولك أكثر من حاجة، احنا مؤمنين في النادي الأهلي إن الرياضة أساسها الروح الرياضية، أساسها الإنسانية، أساسها التنافس الشريف. المبدأ عندنا حياة أي واحد في جمهور أي نادي هو أهم كتير من مكسب مباراة. عظيم. هو أهم كتير من أي مكاسب تجيلنا من أي بطولات، هو الأهم إن الناس اللي جاية تشجع وتتبسط ونخرج بالماتشات في تنافس شريف بين الفرق، وفي الآخر الناس بترجع لبيوتها. اللي حصل عكس كده. كلنا كنا زعلانين، النادي الأهلي كله كان زعلان حزين، وخرجنا من يوميها وتقريبا الحمد لله اعتقد ان احنا ما سبناش الاتحاد السكندري والحاج محمد مصلح يعني الله يكرمه ويعرف الكلام ده كده رئيس نادي الاتحاد، فضلنا معايا لغايه اخر نقطه ونتمنى خروج اسلام بالف سلامه يا رب. يا رب يا رب يخرج بالف سلامه، لان يعني هو في المستشفى لغايه وقتنا هذا، نتمنى خروجه بالسلامه وعودته الى اهله. الاهم بالنسبه لنا كان التنافس الشريف، ودي الرساله اللي احنا بنقولها للناس والنادي الاهلي بيقولها، بيقول ان الرياضه مش اهم حاجه مكسب البطولات ولا احراز الكؤوس. الأهم هو المبدأ الأساسي التنافس الشريف في إطار رياضة شريفة رديئة. أكثر من ده الأساس اللي احترمنا عليه. كابتن خالد من الحاجات يعني اللي حضرتك بتقوله ده، أنا من كتر ما أنا فخور ومبسوط وسعيد بموقف النادي الأهلي، بس برضه ده موقف أقرب للمثالية. أنا عايز أسألك بس تجاوبني بصراحة، هل كان في مناقشات حد مثلا قال في مجلس إدارة في النشاط الرياضي والله تم نطلب إعادة المباراة، والله تم نستكمل المباراة، والله يا جماعة دي ظروف كانت قهرية مش بمزاجنا احنا، ما احنا كمان متضررين؟ هل كان في أي رأي من الآراء دي اتقالت قبل ما يتاخد الرأي النهائي بالموافقة على فوز النادي الاتحاد بالبطولة أو إهداء هذه البطولة أو إهداء هذه المباراة؟ لا أخفى عليك سرا، القرار ده اتاخد جوه أرض الملعب بعد المشكلة ما حصلت، بس النادي الأهلي لم يعلن عليه. النادي الاهلي كان اهم ساعتها كان سلامه جماهير نادي الاتحاد السكندري. النادي الاهلي لو كان الاتحاد يوميها طلب ان احنا نكمل المباراه ما كناش هنكمل. القرار ده اتاخد جوه ارض الملعب. دي مفاجاه عظيمه. النادي مع نائب رئيس النادي مع امين الصندوق كانوا عاملين يعني اجتماع سريع كده، لكن انا كنت عارف القرار، لكن القرار ده كان مش محق ان انا اقوله، لكن النهارده بقول لك القرار ده كان متاخد من جوه ارض الملعب. يعني ساعه ما حصلت المشكله والقرار اتاخد، لو طلب انزل للحكام وقول لهم شكرا احنا مش هنكمل الماتش. احنا سلامه الجمهور اهم حاجه عندنا، وفعلا كنا هنعمل كده. واخد بالك؟ فيعني الحمد لله احنا واخدين القرار ده من بدري، لكن في الاخر النادي الاهلي في اوقات معينه بيعلن فيها طبعا بعد مشكله الجمهور او المشكله لما الناس راحت المستشفى والقصص دي كلها، كان النادي الاهلي لازم يكون الامور يعني يرتقي للحدث ويستنى الامور كلها ايه اللي هيحصل بالظبط، وفي الاخر النادي الاهلي طلع قراره وطلع قرار رسمي من رئيس النادي الى رئيس اتحاد الكره السله. يا كابتن خالد موقف مش غريب عليك، مش غريب على النادي الاهلي، مجلس اداره بقياده الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. انا بحييكم تحيه كبيره من القلب، هي دي الرياضه، هو ده الموقف المشرف، هو ده النادي الاهلي وعادات النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي.